ضلنا ناخذ خيمه كمان. تعال شوفوا الخيام، شوفوا هاي ما احلاها. هاي فيلا يوه كبيره، ثلاث غرف. خيمه ثلاث غرف يا جماعه مشان البحر. بدنا ناخذ وحده هي لها فرشه، شو رايك بالشوره هي؟ وهذيك اسا لها باب ماما، هذيك لها باب، في شيء له باب من تم ليلتين. تم ليلتين عادي، ليك فرشي فرشي بس يا جماعة من هون تنفخ. شوفوا فرشي بس منفوخة. يو شوف شو هي، شوفوا كل وحدة إلى وين دايرة على فكرة يا جماعة. هي فرشة فرشتها هي، هي رقيقة لهذيك أحسن، ما غالية. احنا طلع الأسبوع الجاي رح نروح على البحر، رح ننام ليلتين. يا ويلي راحة كاملة، قلبك بسباحة. صغيرة انت 37. شد مقاسك اجرو، اجرو 37 صاير كبران بشار. ايسا ايسا يلا بدي اشتري لك اياها. صغيرة علي اشتري من هاي، ليك هاي هاي طيبة، من هاي نزلت كلها كثير طيبة حلوة هاي. انا بدي تمساح، ما بدي من هاي. ايه بدي تمساح. هاي وين كانت؟ ها ايش في كمان؟ والله في هدول طيب هاي ما أعلم، هو معكر. يا هاي طيبة، خديني هاي خديني خديني ماما ماما هاي مع الشوكولاتة بالجو. هاي فطر، هاي بالفطر. في هاي حمرا على السوس مع انواع الشوكولاتة. هاي نحنا بمول هيستوريا هذا كله صابون بالفواكه بأكملها، شايفين كل أنواع الفواكه. هاي ليمون، صنوبر، جبل، كيوي، كل أنواع الفواكه ما شاء الله. حتى جوز الهند كثير شيء حلو، روايح بربي بالجنة، روايح كثير طيبة. هي أول مشوارنا، دخلنا على المول هيستوريا لحتى ناخذ لبس لبشورة، ما عنده لبس صيفي. والله ايه شيء حلو،
وهلا نحنا طالعين ناخذ قهوة. هيا عطورة روايح بالجنة ما شاء الله. وزن جوزين روحة مين؟ نازلين نازلين لتحت ألعاب. واو هي ألعاب كم أحلام الألعاب. أحلى شيء ألعاب الأولاد. بس شهرة ما شاء الله راقد على الألعاب. كله هون ألعاب. شوفوا ما أحلاها. شيء حلو هذا الطعم. كثير حلو. قولوا 1500 يعني ليش تكذبوا؟ اليوم دخلنا على محل أحذية رح أشتري أنا حذاء. المرة بدي أغير البوت لأني صار شوب. يمكن أشتري كلاشات. هي أشتري كلاش أحلى صيفي. هبا عم بدور لأشوف شو بدي أخذ. هاد إيش والله حسه حلوة. هي كتير كتير حبيتها. شوفوا حلو موديلة مريحة. بعدين عرفتها كتير مريحة. أسعار كتير رخيصة هون بمول هستوريا يا جماعة. والله يعني مقبولي الأسعار. هي حلوة. هيك شي مو حلوة؟ اعطوني رأيكم بالتعليقات. بدي آخذ هاي سودا حلوة مريحة وكعبة شوي عالي. حلو رح قيسها. هلا في تحتها كمان تحت وحدة. طيب بشار صح. من جديد ناخذ السينا وقهوة من عند الهاشمي. عبينا قهوة. على فكرة أجد قهوة بتجنن.